ما تخافوش، الخوف خطية، ما يصحش نخاف. لما تلاقي نفسك خايف أو قلقان لازم تقدم توبة، لأنه لا يليق بأولاد الله الخوف. ما يصحش إنك تخاف، ما يصحش. كأنك بتقول له يا رب أنت مش قد كلامك، أنت مش قد يعني وعدك، أنت مش عارف بتعمل إيه، هم اللي أكتر منك وأقوى منك. ما تخافوش، أول ما تلاقي اضطراب ادخل صلي على طول، وما تطلعش من الصلاة غير ونفسيتك هادية. قل له مش هسيبك غير لما تريح نفسيتي، ما يصحش أخاف، أبقى ابنك والملائكة